مواطنو روسيا الكرام، إن المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا دائما كانت وطنية ومقدسة. نحن مؤمنون وواثقون ما هو معنى أن نكون أن نوصل إلى النهايات والنتائج الأخلاقية، ونحن نحترم وننحني أمام كل من يحارب الآن على الجبهة وينقذ الجرحى. ليس هناك أهم اليوم من عملكم القتالي، فهي تضمن أمن بلادنا، وفيكم مرتبط مستقبل شعبنا ودولتنا، وأنتم تنفذون واجبكم بشرف وتقاتلون من أجل روسيا. فمعكم أبناءكم وأسركم وأصدقائكم الذين ينتظرونكم، ونحن واثقون بأنكم تشعرون بمحبتهم الكبيرة. الدولة بأكملها كانت قد تكاتفت لدعم أبطالها. نحن جميعا مستعدون للمساعدة ونصلي لأجلكم.